أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. هذا سائل يقول: من كان مريضا وأراد العلاج هل يكتفي بالرقية الشرعية وماء زمزم من دون الذهاب للمستشفيات أم لا؟ يعمل هذا وهذا، يعمل الرقية الشرعية ويذهب للمستشفيات، ولا تعارض بينهما، لأن كله علاج ولله الحمد، العلاج بالقرآن والعلاج بالأدعية والعلاج بالأدوية المباحة، فيجمع بينهما. هذه أسباب نافعة بإذن الله، ولا يمنع أنه إذا عالج بالرقية لا يمنع أنه يذهب إلى الأطباء وإلى المستشفيات. نعم.